دي هي كابتن ديانا فريد شوقي المدير الفني لفرق البنات في نادي هليوبوليس الجمباز الايقاعي. ازي حضرتك؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. حابب قبل ما ابتدي بالاولاد والاطفال اتكلم معاك انت الاول، انت لعبتي قد ايه جمباز؟ انا ابتديت وانا عندي 4 سنين وبطلت وانا عندي 18 سنه. تمام، قعدتي فتره كبيره. بس كنت الاول بلعب في نادي الشمس وبعد كده دخلت المنتخب. تمام. وبعد ما بطلت ابتديت بعد كده امرن، مرنت شويه في نادي الشمس وبعد كده بقيت المساعده بتاعت مدربه المنتخب. وبس وبعد كده ابتديت بقى كورسات تحكيم. فدخلت كورس، اول كورس في 2005، اول كورس تحكيم دولي وبقيت حكم دولي. وده بيتجدد كل 4 سنين، فانا من ساعتها كل 4 سنين بيتجدد وانا لغايه دلوقتي حكم دولي وعضو في اللجنه الفنيه.